كانت ثمود تعيش في اليمن لمدة من الزمن، ثم رحلت إلى شبه الجزيرة العربية لتسكن منطقة تدعى الحجر، ونحتوا لهم المساكن في الجبال، وورثوا هذه الصناعة من عاد. يقول الله سبحانه وتعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وجابوا الصخر يعني قطعوا الصخر. ورزقهم الله سبحانه وتعالى جنات وعيونا ليسكنوا فيها، إلا أنهم كفروا بربهم وعبدوا الأصنام. فبعث الله تعالى من بينهم أخاهم صالحا عليه السلام، وكان حكيما عاقلا وعالما، وكان قبل النبوة يرجعون إليه في مشورتهم، وكان من أسرة كريمة شريفة بينهم، فكانوا يتأملون أن يكون له شأن بينهم، فلما طالبهم بالإيمان وعبادة الله وحده رفضوا. وقالوا له: قالوا يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نأمل فيك أن يكون لك شأن بيننا. فذهبوا إلى الذين آمنوا مع نبي الله صالح، فقالوا لهم: نحن بما آمنتم به كافرون. وقالوا: إن كنت تريدنا أن نتبعك، فاجعل هذه الصخرة العظيمة أن تنشق وتخرج منها ناقة عظيمة الحجم، لدرجة أنها وحدها تشرب ماء القرية كاملا في يوم، ونحن نشرب في اليوم الذي يليه. ليس هذا فحسب، بل أن تكون حاملا بعشرة أشهر. فقال لهم نبي الله صالح: ولو جئتكم بهذه الآية أستؤمنون؟ قالوا: نعم سنؤمن بك. فجمعوا الناس في اليوم الموعود، وراح صالح عليه السلام يدعو ربه، وتزلزلت الأرض، وانشقت الصخرة أمام أعينهم لتخرج لهم ناقة عظيمة لم يروا مثلها أبدا. فوضع لهم صالح عليه السلام الشروط، وقال لهم: هذه الناقة لها يوم شرب، ولكم يوم شرب، ودعوها تأكل في الأرض، وإياكم أن تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. وانقسم الناس فيما بينهم، فمنهم من آمن واتبع صالح عليه السلام، ومنهم من استمر في ضلاله وكفره. وولدت الناقة فصيلها، وبقيت فيهم مدة من الزمان، واجتمع الملأ وتحاوروا في الأمر، وقالوا: نخشى أن يتركنا الناس ويتبعون صالح، كما أن الناقة تمنعنا من شرب الماء يوما كاملا، وإذا سارت تفر منها الأغنام والإبل لضخامتها. واختاروا رجلا يدعى قدار بن سالف بن جدع، واتفقوا معه على قتل الناقة. وجاء قدار بثمانية رجال، وراحوا يتربصون بها، ثم قام قدار وعقرها. فلما رأى فصيلها ما حل بأمه، هرب إلى الصخرة ورغى ثلاث مرات ثم قتلوه. ثم اجتمع أهل القرية وراحوا يأكلون من لحمها، فاشتركوا جميعا بهذه الجريمة النكراء. ولم يكتفوا عند هذا الحد، فقد اجتمعت التسعة لقتل صالح عليه السلام، واتفقوا أن ينكروا فعلتهم، وتوجهوا إلى بيت صالح. يقول الله تعالى: ومكروا مكرا، ومكرنا مكرا، وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم: إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وكان صالح عليه السلام عندما رأى ما حل بالناقة وفصيلها، قال لهم: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ثم سيأتيكم العذاب. فقالوا له: ائتنا بما وعدتنا إن كنت من الصادقين. وبدأ العذاب، وأول تدمير نزل بهؤلاء التسعة اهتزت الأرض من تحتهم، ثم سقطت الصخور عليهم فقتلتهم. أما صالح عليه السلام ومن معه رحلوا من الحجر، بينما ظل أهل القرية ينتظرون عذاب ربهم.
وبدأ اليوم الموعود، وبدأت العلامات تظهر على وجوههم. ففي اليوم الأول أصبحت وجوههم صفراء فبدأوا يبكون، وفي اليوم الثاني تحولت وجوههم إلى اللون الأحمر وأدركوا أن العذاب آتيهم لا محالة، وفي اليوم الثالث تحولت إلى الأسود وبدأوا يصرخون ويولولون ويحفرون قبورهم بأيديهم، وجاءهم أصناف من العذاب. فبدأت الرجفة فاهتزت الأرض من تحت أرجلهم وجثموا ولم يستطيعوا الوقوف، ثم بدأت الصواعق تنزل عليهم، ثم حسم الأمر بالصيحة فأهلكتهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود.